اخر مدام واش راكم لاباس صافا alors vous êtes vous avez recommencé à travailler الحمد لله راح ندوزو معكم انتي ماما باش نشوفو كيفاش راكم كيفاش هاد العوده تاع النشاط ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو. هي صالونات الحلاقة الخاصة بالنساء تفتح أبوابها مجددا لدى وصولنا إلى أول محل حلاقة. ما لفت انتباهنا هو أن القاعة تكاد تكون خالية ما لم نكن نعتاد عليه بالسابق. لابد من تنظيم محكم بهذه الطريقة تسير الأمور جيدا لا سيما بأخذ مواعيد التي لابد أن تحترم. منذ ظهور فيروس كورونا ومع الرفع التدريجي للحجر الصحي أصبح من الإجباري أخذ موعد للمجيء إلى الصالون إذ يمنع استقبال أكثر من 3 زبونات في آن واحد. ناخذ دي رونديفو شاك 2 زور هكا اونتر كليون تو كليون ما نجيبوهمش كامل على خاطر الاحتياط الواجب يسمى نخافوا على لو كليون على نفسنا وعلى الماتيريال باسكو لازم كل ما تخرج من كليون تعاود تولي حنا ديزانفيكتيف كامل الماتيريال اللي خدمنا لها به. مالكة المحل تستقبل الزبونة ولكن قبل الدخول تتأكد من أنها قد أخذت موعدا وتضع في متناولها معقما. لقد وضعنا معقمات تحت تصرف زبائننا ونعمل على ترك مسافات بين الزبونات، نفضل أن لا نترك أي زبونة في قاعة الانتظار. كيما يكونوش عندهم لي بافيت نمدو لهم ديفو حنا من عندنا اوني اوبليجي كي تدخل لين كليون تقول لك جي باغا من لي بافيت تو نعطو لها حنا من عندنا وهي رايحه واش نديرو لازم الاحتياطات. وكاين دي كليون تنقول لهم ميم جيبوا لنا لي سيرفيات تاعكم كاين لي خافو يتو نقول لهم لا خفتو فريمون ما كاش كي تجي جايه جيبي معاك لا سيرفيات تاعك لا اوبليغاتوار تاعك لا بافيت. الزبونات اعربن عن فرحتهن واشتياقهن لصالونات الحلاقه. اه وي ابري 3 mois d'ailleurs regardez صراحة كنا بحاجة لصالون الحلاقة. ارتداء الكمامة إجباري ولا بد من احترام المسافة. أنا قد وصلت للتو كما ترون القاعة خالية باستثناء الزبونتان إذا أنا أنتظر دوري. يبدو أن الرفع التدريجي للحجر الصحي قد مكن من إعادة بعث الحياة في صالونات الحلاقة وإدخال الفرحة إلى قلوب النساء.